اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ 100 جنيه على أن أوفيه بعد سنة 150، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطائه 100 فقط، ولكنه أصر على أخذ زيادة قدرها 50 جنيها مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة؟ وإن كان هذا من قبيل الربا، فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك، علما أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي، فماذا علي أن أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه. قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا له صور وأنواع، ومن أنواعه هذا الذي ذكرت في هذا السؤال، وهو القرض بالفائدة، لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة ولا نقص، من غير زيادة مشترطة ولا نقص، هذا هو القرض الحسن. أما القرض الذي يجر نفعا أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بإجماع المسلمين، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد. فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضته، أما الزيادة التي شرطها عليك وأخذها منك فهي حرام وربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء. فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرما بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته. فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا، فعليكم جميعا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.